إلى السعودية، حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قانون الإرهاب الجديد وسلسلة المراسيم الملكية المتعلقة به تنشئ إطارا قانونيا يجري مكافة أشكال الفكر المعارض أو التعبير عن الرأي بوصفه إرهاب. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، قال إن السلطات السعودية لم تتسم قط بالتسامح مع انتقاد سياساتها، لكن القوانين الأخيرة تحول دون أي رأي انتقادي وتحول أي رأي انتقادي إلى جريمة من جرائم الإرهاب. وأضاف أن النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله ينطوي على عيوب جسيمة تشمل أحكاما غامضة وفضفاضة. يأتي ذلك وسط حملة لإسكات النشطاء المستقلين والمعارضين السلميين تشنها السلطات السعودية عن طريق عمليات تخويف وتحقيق واعتقال وسجن. معي للحديث حول هذا الموضوع المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان في السعودية السيد يحيى العسيري. سيد يحيى العسيري، استمعت إلى جانب مما تحدثت به منظمة هيومن رايتس ووتش عن قانون الإرهاب الجديد، فكيف تنظرون له أنتم في مرصدكم من الناحية الإجرائية ومن الناحية الحقوقية؟ أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقانون، القانون هو يفتقد لكثير من الإجراءات القانونية، هو يعني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في السعودية مع شديد الأسف. القانون ننظر إليه في المرصد على أنه مجرد تقنين لعمليات مطاردة النشطاء السياسيين في السعودية. العبارات التي وردت في القانون هي فضفاضة ومطاطة جدا. تستطيع السلطات السعودية أن تطبق هذه القوانين على أي شخص في السعودية بمجرد أن يكون هذا الشخص ناشط أو له نشاط سياسي أو حقوقي أو يخالف بعض أفكار الدولة، فإنه من الممكن وبكل سهولة تطبيق هذه القوانين عليه واتهامه بالإرهاب، يصبح القمع مشرع. وهنا المشكلة الكبيرة التي سيواجهها المجتمع السعودي في الأيام المقبلة. فهذا القانون لم يكن إلا تشريع وتقنين للحملة التي قادتها المملكة العربية السعودية على النشطاء في المرحلة الماضية، وبه سوف نتخوف من حملات اعتقال واسعة وواسعة جدا، وبوادر هذه الحملة بدأت تظهر. طيب، هناك يعني أنا أقرأ لك جانب سيد العسيري من هذه المواد في قانون الإرهاب السعودي. مثلا المادة الرابعة: كل من يقوم بتأييد تنظيمات أو جماعات أو تيارات أو تجمعات أو أحزاب أو إظهار الانتماء لها أو التعاطف معها، يعني أو الترويج لها. يعني التعاطف، كيف يمكن مثلا لشخص يظهر تعاطف مع مثلا أحد المنظمات التي اعتبرتها السعودية منظمات إرهابية، يمكن وفق ذلك التعاطف أن يدان ويجرم قانونا؟ بالتأكيد، هو التعاطف مجرد شيء في القلب قد يظهر وقد لا يظهر، ولكن مجرد التعاطف هو أصبح جريمة في السعودية، وتصل إلى أنها جريمة إرهاب، توصف بأنها جريمة إرهابية لمجرد التعاطف مع يعني أحد التنظيمات التي وردت في القانون. والأكثر من هذا أن القانون مطاط لدرجة أنه يمكن أن يشمل تنظيمات وجماعات أخرى مختلفة، ومجرد التعاطف بالقلب أو التأييد أو حتى يعني الوقوف مع الضحايا في أي من البلدان التي تعرضت إلى مجازر أو حصل فيها أحداث معينة، كل هذا يدخل في القانون. فمثلا لنكن يعني نأخذ بعض الأمثلة. التعاطف مع المنظمات الفلسطينية، جميع المنظمات الفلسطينية ممكن أن تكون منظمات إرهابية وفق هذا القانون. جميع المنظمات، لا أقول حماس والجهاد والألوية والفصائل الإسلامية فقط، بل كذلك كل الأنظمة التي لديها فصائل مسلحة مثل فتح وشهداء الأقصى، مثل الجبهة الشعبية وكتائب أبو علي مصطفى، مثل جميع المنظمات. لكن القرار يعني هو اعتبر داعش والنصرة والإخوان المسلمين اعتبرها من المنظمات الإرهابية، لم يأتي على المنظمات الفلسطينية. اعتبر داعش والنصرة والإخوان المسلمين، ولكن المطاطية يعني عدم وجود إطار واضح في القرار هو يشمل يعني أكثر من هذه التنظيمات بكثير. وأيضا يعني مجرد تعريفه للجريمة الإرهابية، وفي البند الأول في القانون
وتعريف مطاطي للغاية. طيب أعطيك مثال آخر سيد العسيري، المادة الثامنة تقول السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية أو الدعوة أو المشاركة أو الترويج أو التحريض على الاعتصامات أو المظاهرات أو التجمعات أو البيانات الجماعية بأي دعوة أو صورة كانت، يعني كل ذلك أو ما يمس وحدة المملكة إلى آخره من الأعمال الإرهابية. كيف تنظرون لهذا الكلام؟ طبعا بالتأكيد المجتمع السعودي الذي يفتقد بشكل كامل إلى مؤسسات المجتمع المدني هو لا يستطيع أن يعبر عن رأيه إلا بطريقة واحدة فقط، أنه يكتب البيانات ويرسل برقيات للديوان الملكي وتصدر بيانات ويوقع عدد من المشايخ أو من المثقفين أو حسب الجهة التي تصدر هذا البيان، وهذا ما اعتاد عليه الشعب السعودي منذ فترة طويلة جدا. يبدو أن هذا الحد المنخفض جدا من التعبير عن الرأي الذي لا يعتبر أصلا تعبير عن الرأي، مجرد بيان يصدر يعبر فيه عن بعض الأفكار التي في الغالب أنها تبتدئ بشكر الحكومة وتنتهي بشكر الحكومة أيضا، هذا أيضا أزعج الحكومة، فأصبحت البيانات أيضا مجرمة وغير مقبولة لدى السلطة، ويهدد أيضا من يوقع البيانات. وهناك أيضا في المحاكمات التي تجري حاليا في السعودية عدد من النشطاء يحاكمون بتهمة التوقيع على بيانات، عدد من النشطاء الآن يساءلون لأنه وقع على بيان تضامني مع فصيل معين أو فيه مطالب معينة سواء كانت مطالب سياسية أو حقوقية. لو عدنا أيضا للقانون، تعريف الجريمة هو فضفاض للغاية ويشمل مواد ممكن تطبيقها على أي مواطن سعودي، من ضمنها مثلا الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، الإساءة إلى سمعة المملكة أو مكانتها. هناك بعض النشطاء الآن يحاكمون لمجرد ظهورهم في وسائل الإعلام أو لمجرد تغريدات، وهناك أحكام صدرت على بعض الشباب وهم صغار في السن مجرد تغريدات وحكموا على هذه التغريدات. شكرا جزيلا لك سيد يحيى العسيري، ربما نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى. المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان في السعودية يحيى العسيري كنت معنا عبر الهاتف من لندن.